سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لفيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير، وش راكم؟ إذن صحة رمضانكم وصحة فطوركم، مرحبا بكم في مدينة عمو يزيد الترفيهية في الطبعة الثانية طيلة شهر رمضان المعظم. مرحبا بكم بعد الإفطار. هذه المدينة اللي حبيناها تكون فضاء عائلي، جو مع الأطفال، تاني جو يصطحبهم الأولياء انتحهم ويعيشوا معنا في هذا الجو العائلي الجميل. عجبتكم المدينة؟ إذن مدينة عمو يزيد في طبعتها الثانية من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى برعاية مجمع الشروق وشركة رامي اللي متواجدين معنا. شركة رامي رام داير لكم أن أتوليي دو ديسان، ورشة رسم. إذن طيلة شهر رمضان تقدروا تجوا يا أطفال مع الأولياء تاعكم باش ترسموا. تحبوا ترسموا؟ ورسومات تاعكم في آخر كل أسبوع رايحين تجوا لهنا توريوهم لنا ونشوفوا شكون اللي يرسم مليح. رامي راعي هذه المدينه يعطي له هديه جميله يا اخي. واش من تاريخ رانا اليوم؟ واش من تاريخ رانا اليوم؟ زكي عمو يزيد، واش من تاريخ؟ اعطي للشابه هذه، هذه واسمك بنتي؟ هذه واسمك؟ نتاج. نتاج، شحال في عمرك؟ خمس سنين. خمس سنين. واش رانا اليوم؟ واش من تاريخ؟ تالي. واش رانا اليوم؟ تاريخ تاع اليوم واش هو؟ شو هو؟ جوان. شكرا. شوف الشابة اللي قدامها، واسمك؟ ويام. ويام. تاريخ 8 جوان 2017. 8 جوان 2017، برافو بنتي. واش يمثل 8 جوان في الجزائر؟ شكون اللي يقدر يعرفوا 8 جوان واش هو اليوم؟ شكون اللي يعرف؟ شوف الشابة هذه اللي موراك، يمثل. واسمك بنتي؟ إيناس. إيناس، شحال في عمرك؟ 10 سنين. واش يمثل؟ يمثل نتائج امتحان لسنة امتحان شهادة الابتدائي. برافو برافو، مازال رانا رايحين نلحقوا نتائج شهادة الابتدائي، ولكن 8 جوان هو مدى اليوم. شوف العروسة هذه، واسمك بنتي؟ ليليا. ليليا، شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، واش هو اليوم؟ عيد الشباب. لا لا، عيد الشباب مع يزامن عيد الاستقلال. عيد الشباب 5 جويلية يا اخي. شكون اللي يعرف؟ شوف الشباب هذا، واسمك وليدي؟ هاني. هاني، شحال في عمرك؟ عشرة. عشر ايام؟ عشرة. عشر سمانات؟
سنين. عم بالي 10 شهور. وش هو اليوم ولدي؟ عيد طفولة. لا عيد طفولة أول جوان يا أطفال. اليوم شوف الشابة هذه. شوف العروسة هذه. يوم الفنان. واسمك بنتي؟ أمل. أمل، شحال في عمرك؟ 11 سنة. خفتي يقول لك 11 يوم. وش هو اليوم؟ اليوم الفنان. بصح اليوم ماذا؟ عالمي ولا وطني ولا وش؟ عالمي. خلاص تعالي بنتي، اروحي. اليوم هو اليوم الوطني. الجزائر دارت هذا التاريخ هذا نسبة للمرحوم علي معاشي، اليوم الوطني للفنان. يا اخي اذا اعطيني الهدية تاعها. تعالي بنتي، تعالي الشطرة. اسماء، وش راكي اسماء؟ شعل اسماء، قولي لنا حاجة. روحي بنتي اسماء، تعالي. اروحي اسماء. اسماء وش راكي اسماء؟ هاكي مليحة؟ واسمك؟ عمورة. اسماء عمورة. شكون اللي ربح اليوم السيزيام؟ برافو بنتي، برافو. شحال تحبي عمو يزيد؟ شحال؟ ما من الموت عليك بنتي، ربي يسون ان شاء الله، ربي يسون. اسماء لازم تطلع معنا لهنا، جيبوها هنا. اروحي بنتي، تعالي، طلعوا لنا اسماء، تعالي بنتي. تعالي. إذا اسماء صديقة عمو يزيد. سما. عمورة اسماء. سما. شحال تحبي عمو يزيد؟ ربي يسون، ربي يسون بنتي، ربي يخليك. تقعدي معايا؟ هيا قعدي مع عمو يزيد. إذا يوم 8 جوان هو اليوم الوطني للفنان. روحي بنتي. عاودي ذكريهم باسمك. أمال. أمال، وين تسكني يا أمال؟ تيليملي. مرحبا بك. إذا رامي راعي برنامج عمو يزيد وراعي حصة ولادنا تحت جناحنا ومدينة عمو يزيد يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها إن شاء الله. تقدري تقعدي معنا بنتي، تفضلي. كما قالوا لي مقبلة، اليوم يوم كبير. شكون العائلات اللي عندهم ولادهم جوزوا السيزيام؟ عمو يزيد عندي قائمه انا. انا حبيت يطلعوا معنا المتفوقين. عندك القائمه؟ برافو زكي. تعال. اذا احنا رايحين نطلعوا معنا المتفوقين باش تشوفوهم ماذا بينا، لانه على بالكم باللي الامتحانات. انا واش دائما نطلب من الاولياء؟ بالمرات الطفل لا يعي أهمية الامتحان. L'enfant ne perçoit pas l'importance de l'examen. علاش؟ لأنه الطفل قادر تحفزه، قادر تقول له كي يربح، كي يتوفق في الاختبارات، واش راح يسرى؟ راح يكون مفخرة، يربح، راح يفرح والديه، راح يقدر يكون طبيب، il peut sauver des vies. دونك الطفل قادر نحفزوه، on peut le motiver avec ça. ديجا هذه على غرار انه لازم يقرا ولازم يثابر وكامل. اذا اليوم احنا زكي. انا اخترت غير النجباء. المتفوقين برك. طبعا. انا نشوف غير 8.66، 9.00، 8.60. واو، يقراو بسلامتهم، يقراو. الله يبارك، الله يبارك. عيط لهم. تالي وين امينة؟ إذا تلوين أمينة 8.66. تعالي بنتي. مشكور نجمة 9.10. تصفيق عليها 9. مشكور نجمة. مقدادي أيوب 8.83. مقدادي أيوب اروح تعالى. عمي نور الهدى 8.54. بقتيت آدم 8.10. برافو. تعال التحقوا بنا. أيت محمد إيناس 8.60 كذلك. برافو. مازال ما لحقوش عمو يزيد. 1 2 3 4 2. خصو اثنين. شكون اللي مازال ما لحقش ولادي؟ خص واحد. تعال ولدي منا. أروح منا. أروح. تعال. خص واحد. تعال.
ربعين ما نقدرش نسوها. مرحبا بك بنتي، تعالي منا تعالي منا، اروحي منا بنتي تعالي. برافو برافو، والله على بالكم يا أطفال كاين حاجة مهمة. وشن شحال الموين مدام؟ 9.70. لازم تجي هذه 9.70، لازم تجي. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. ما تلوموناش لأننا حاولنا بقدر المستطاع حنا نديروا برك، لأنه الطفل الطفل إنسان، يعني الإنسان يحب لي زونكوراجمون، يحب لا غراتيتود، يحب أنه الإنسان يقول يعطيك الصحة اللي قريت وبرافو. تعالي بنتي، واسمك؟ ميرازي كوثر. 9.60 9.60. واو 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 واو، برافو بنتي، برافو برافو برافو. تفيق عليها انت، تجي في الوسط هنا 9.70، تجي في الوسط هنا، دنوا عليها شويه 9.70، تجي في الوسط. انا نحب اللي يقراو يا اطفال، على بالكم كاين شيء مهم جدا، لازم تفصلوا بين الدراسه والهوايه. مثلا عمو يزيد واصل دراسته 11 سنه بعد البكالوريا، الدراسه كانت وحدها، ولكن الهوايه شيء اخر. انه مليح انك لما من بعد تقدر تمارس الهوايه نتاعك، ولكن تكون عندك ثقافه، اون انستركسيون، تكون قاري، تكون فاهم، تعرف تحسب، تعرف تقرا، شيء مهم جدا. اذا المثابره يا اطفال، شفتوا الاطفال اللي راهم هنا اللي جابوا اكثر من 8، انتم ثاني لازم تثابروا باش تجيبوا هكذاك النتائج. تحبوا تقراوا؟ برافو. اليوم راح نغني لكم اغنيه انا حبيتها بزاف، ما عندهاش بزاف بدات تتغنى ايام برك، درتها خصيصا للاطفال اللي نجحوا في الامتحانات. واشن اعطي لها الميكرو. اتندي وستسيزيا. مبروك عليك بنتي، ربحتي. الله يبارك. شحال جبتي المعادل بنتي؟ 8. تعالي 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 تعالي، اللي جابوا فوق 8 كاع يجوا. تعالي بنتي. شكون جاب فوق 8؟ شحال جاب؟ شكون جاب 9؟ جاب 9. تعال تعال وليدي، روح روح، تعال تعال تعال، احنا ماذا بينا اليوم نحتفلوا مع كاع المتفوقين. تعالي وراهي. وي بنتي واش تقولي لهم؟ ماما قولي لهم مبروك عليكم. برافو برافو برافو. واسمك بنتي؟ هدى. هدى شحال جبتي المعدل هدى؟ 8. واو 8، شاطره شاطره. تعال وليدي تعال تعال. واسمك؟ اسامه. شحال جبت المعدل اسامه؟ 9. الله يبارك وليدي، قعد معنا، تفضل معنا، تفضل تفضل تفضل. اذا شاطرين ولادنا، يقراوا مليح. عمو يزيد دار لهم اغنيه نقول فيها مبروك النجاح عليكم. قبل منها نقول بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب ينال، دائما بعد التعب الانسان ينال. تغنوا كامل معايا، بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب ينال. يلا كامل معايا. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب ينال. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، ياك اللي يتعب بينال. هكذا تولي عندك قيمة، تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. هكذا تولي عندك قيمة، تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة، وتكون مفخرة بلادك،
وتكون مفخرة بلادك. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت ويا كلية عبي نال. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت ويا كلية عبي نال. نجحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، باكالوريا وزد لي صاص، وإن شاء الله تاني دكتوراه، وإن شاء الله تاني دكتوراه. نجحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، باكالوريا وزد لي صاص، وإن شاء الله تاني دكتوراه، وإن شاء الله تاني دكتوراه. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت ويا كلية عبي نال. أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت ويا كلية عبي نال، يا كلية عبي نال. ماذا بيا تعطونا لولوي لينسى على هاد الأطفال اللي ربحوا اليوم؟ أعطونا لولوي الله يخليكم. شكرا شكرا شكرا، ربي إن شاء الله يوفق ولادنا كامل. التحقوا بالأولياء تاعكم. شكرا شكرا شكرا، مرحبا بكم. شكون هو حافظ الأغنية تاع مدرستي مدرستي؟ لازم نغنوا على المدرسة لأن اليوم أعلنوا النتائج. واش نقول فيها؟ كم؟ روح شكون يعرفها؟ زكي أعطي الميكرو للشابة هذه، شكون يعرفها؟ حفظتها؟ تعالي تعالي، تعرفيها الأغنية؟ تعالي روحي. تعالي تعالي، أنا البارح طرحت عليكم سؤال، قلت لكم وقتاش يصادف اليوم العالمي لإضطراب التوحد؟ وجاوبتوني عليه البارح اللي كانوا هنا، شكون يعرفوا؟ شفيتوا عليه؟ شكون؟ اعطي الشباب هذا وقتاش؟ 3 ديسمبر. لا 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 لا، 3 ديسمبر هو اليوم العالمي لد... 2 أفريل. فوالا وليدي فوالا، شفاو عليه مليح. 3 ديسمبر هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة كامل، ولكن يوم 2 أفريل هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد، سي لا جورني انترناسيونال دو لوتيزم. علاش؟ واش راك انس؟ انس البارح غنى لنا اغنيه، انس عنده اضطراب التوحد، ولكن شوفوا كاش يغني الاغنيه تاع عمو يزيد تاع انا المعاق ولكن. تغني لنا انس. مع عمو يا فيت تانا دندم ابو معاق ولكن بارادتي وعزيمه إلهي ربي قادر أرادني عنينا لكنني أصابر لغاية العظيمة أنا المعاق ولكن بيدتي وصيمة إلهي ربي قادر أرادني عنيمة لكنني أصابر لخاية عظيمة. برافو برافو برافو، تصفيقة 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 على أنس، تصفيقة على أنس. أنس راهو يغني في الأغنية تاع عمو يزيد، لها نغنوها ما نقدرش ما نغنوهاش لأن غناها أنس. قل فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر لغايتي العظيمة. يا أطفال، الإعاقة هي إعاقة ذهنية. الإعاقة مهما الإنسان يكون عنده أي إعاقة، ولكن الإرادة راح تتغلب على هذه الإعاقة هذه. لازم الإنسان الإرادة تاعه تكون كما يقولون الناس بكري يقولوا تكسر الحجر. الإرادة تاع الإنسان هي اللي توصله. ما هو الفرق بين إنسان ناجح وإنسان فاشل؟ والإنسان ناجح عنده إرادة أكثر من الآخر، هذا ما كان، ما عنده زوج رجلين، عنده زوج يدين، عنده عقل واحد كما الإنسان الآخر، ولكن الإرادة نتاعو قوية. تغنوا كامل معايا أنا المعاق لكن، نغنوا
يلا هاي نغنوا كامل. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحت أسعى للوصول لغاياتي العظيمة، زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، شكرا 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 شكرا. أنس عاود غني لنا مقطع من الأغنية. إذا كما قلت لكم أنس عنده اضطراب التوحد، ولكن وين يكون عمو يزيد؟ أنس يكون من الأوفياء. غني لنا. يعرف مدرستي ثاني؟ تعرف مدرستي؟ تعرف تغني مدرستي؟ مقبلة سقسيتكم مدرستي، ولكن جاني دركا جاني خبر عاجل باللي أنس يعرف غني مدرستي. تغني لنا مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي، يسعد عمل في صفتي، أصطبها كأنياتي، هي كنس معرفتي، فتح يا مدرستي، فتح يا مدرستي. برافو 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 أنس. إذا كمل تغنوا معايا
مدرستي حفظتها تاني أرواحي. وش نقول فيها؟ مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، عشت بها كأغنيتي، وهي كنز المعرفة. فلتحيا يا مدرستي، فلتحيا يا مدرستي، لكسب العلم تتبناني، على مستقبل تراني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. إذن مدرستي كم أحب مدرستي، لكسب العلم تتبناني، على مستقبل ترعاني. يلا كمل معايا. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. يا مدرستي اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة. فلتح يا مدرستي، فلتح يا مدرستي. بالعلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. بالعلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. فلتح يا
فلتحيا مدرستي. سبيكة حرة 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 جنيني. شكرا 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 شكرا. إذن المدرسة يا أطفال هي قصري ومملكتي. الطفل بالفطرة يحب المدرسة. إذا كان شفتوا باللي الطفل ما يحبش المدرسة لأي سبب ما لازم يفوسانكيتي. علاش؟ لأنه الطفل يحب المدرسة. شوفوا الطفل صغير في عمره 5 سنين 4 سنين يحب يرفض الكارتابل دياله ويحب يروح المدرسة وكمل. إذا ما لازمش نحيوله هذا السحر هذا الماجي لأنه الطفل يحب المدرسة. يفوسانكيتي إذا كان ولدنا ما حبش يروح المدرسة سيكيليا ينغزون. يا أطفال تحبوا ألعب الخفة؟ إذا خليكم مع عمو مراد اللي جانا من مدينة البليدة تصفيق عليه في ألعاب الخفة. Thank you.
شكون هو الانسان اللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليه بزاف؟ انسان نعرفوه نتلاقاوه كل يوم، شكون؟ شوف العروسه هذيك جار. واسمك بنتي؟ كوثر. كوثر شحال في عمرك كوثر؟ 10 سنين. شكون هو هذا الانسان؟ الجار. برافو بنتي، تعالي بنتي، روحي معنا. على بالكم كاين واحد القصه، كاين واحد الانسان بكري في عهد الصحابه كانت عنده دار، كنت حكيتها مقبل، كانت عنده دار كان يبيع فيها، هذيك الدار تسوى 100,000 دينار، ولكن هذاك الانسان كان يبيع فيها ب 200,000 دينار. قالوا له علاش الدار تاعك تبيع فيها 200,000 دينار، هي تسوى 100,000 دينار فقط؟ هذا كان جارو أبو حنيفة النعمان، قال لهم 100,000 دينار ثمن البيت و 100,000 دينار باش تجاور أبو حنيفة النعمان. إذن الجار مهم جدا في حياتنا، كاين الناس بدلوا المسكن على جال الجيران، بالك عنده مشكل مع جاره تسيبوه يرحل كامل، يعني الجار قادر يرحلك يعني، ولكن إذا كان الجار تاعك كان صالح ممكن أنه يحبك في هذيك الكارتي في هذيك الحي ديالك تعود تحبه، لأنه الجيران يكونوا متفاهمين ويكونوا متحبين، جميل جدا، يعني الحياة تكون أسعد. أروحي بنتي، شحال في عمرك؟ 10 سنين. أنا شوفك جيتي كل يوم. لا نعم كل يوم، برافو. نعم نعطوها الشهادة تاع الوفاء يا أخي. واش مسنة درسي بنتي؟ سنة 5. جوستي سيزيام، شحال جبتي المعدل؟ 79. 79، انت اللي كنتي معنا من قبيله. على بالي بنتي. اذا انا على بالي بلي الاطفال تاعنا شاطرين 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 شاطرين. اذا بنتي راعي البرنامج مع عمو يزيد وحصه ولادنا تحت جناحنا ومدينه عمو يزيد، يهديك هذه الهديه، رامي يهديك هذه الهديه، ان شاء الله تستفادي بها للشطاره نتاعك. شاطره بنتي. اذا قعدي معنا لا حبيتي، ابقي قهرة روحي، خليها تجي، تعالي خليها تجي عندي.
اوه، هو اسمك؟ ليان. ليان، شحال في عمرك ليان؟ دوزون. شحال في عمرك؟ دوزون. سبحان الله، دي فوا تسيب اطفال في عمرهم عامين تسيبهم شاطرين هكذا. يا اخي بنتي شاطره انت؟ ايه. تحبي عمو يزيد؟ ايه. شحال تحبيه؟ بوكو. هاي روشي روشي اللي دي لهم هكذا، دي لهم هكذا. برافو. تعرفي تغني؟ واش تغني؟ خلاص كملتي؟ برافو، قعدي معنا بنتي. الله يبارك الله يبارك. إذن جاري يا جاري مختار، أنا واش يعجبني في الأغنية كي نقول الجار قبل الدار؟ الجار قبل الدار. الجار قبل الدار، ولكن بالمرات لا غالب راك سكنت خلاص. إذن مليح أنه الجيران تاعك يكونوا ناس ملاح وكتونوا متفاهمين، ولكن الحوار حتى ولو كانت مشاكل مع الجيران، ولكن بالمرات حوار بسيط يفريها كما يقولوا. أنا نقول واجب عنك أن أسأل هل أكلت أم جوعان، يعني جارك، يعني عيب أن الإنسان يبات شبعان وجاره جيعان، يعني هذه أبسط 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 الصدقات. إذن تغنوا كامل معايا جاري يا جاري مختار، يلا. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان، أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. أهل الدار جاري، ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار.
شكرا 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 شكرا, شكرا.